محمد صلاح، اختيار اللعيبه في وسط الملعب والاستراتيجيه اللعب المفروض امام نيجيريا، وده اللي احنا ساعات بنعاني منه، تاخر الكوره في وسط الملعب، استغلال سرعه محمد صلاح ده المهم عشان ابني الخطه الهجوميه صح. تتفق مع الكلام ده؟ بص، هي فعلا دي المشكله اللي بتقابلنا، ان انت عندك سرعه نقل الكوره قليله قوي. يعني انت عارف، تلاقي يعني كنت بتفرج على منتخب مصر في كاس العرب، الكوره نقل ورا كتير قوي، ببطء كمان. يعني دي اولا ممكن تقعد تنقل كده الكوره كتير، مش هتفيدك بحاجه. دلوقتي بقت الكوره السريعه والكوره الطوليه زي ما بيتقال. اما اللعب العرضي ده مع منتخب نيجيريا، لان منتخب نيجيريا برضو عنده عناصر لعيبه كويسه، عندهم المهاره، فعندهم سرعه نقل الحركه وسرعه نقل الكوره من الدفاع للهجوم، هيبقى اسرع منك. فانت لو ما قدرناش ان احنا نتعامل بالسرعه ونقدر نتعامل بالذكاء وبالمهاره، لا، هم هيتغلبوا عليك. فعشان كده دايما ده طبعا الكلام كله تقدر تتكلم عليه مع السوليه وحمدي فتحي، هم اللي عليهم الدور كبير جدا في نص الملعب. التمرير الامامي، اتذكر في جمله عشان انت بس قلت عمرو السوليه وحمدي فتحي، انا من وجهه نظري من احلى الكرات اللي اتلعبت في كاس العرب، ما جاتش هدف، الكره الطوليه من 40 يارده من عمرو السوليه وتحرك قطري لزيزو، صح، اللي هي دي كانت حقيقة. لازم تبقى هدف. هي دي ما هي الكرات دي، اللي احنا بنبقى مميزين صح. فيها بشكل. وبرضو خد بالك كابتن شادي، برضو برضو مسؤولية الدفاع، برضو الونش وحجازي، ان ينقلوا الكرة كتير وبسرعة. يعني مش لازم يبقى فيه نقل عرض كتير، حاول على قد ما تقدر ان انت الرؤية بتاعتك لوسط الملعب لقدام. او اللي قدام. يعني اما هتقعد تنقل كده كتير، دي مش هتفيدك بشيء. عايزين نقول يا ابراهيم، معلش اللي انا اتفضل. بقاطعك، احيانا من في منتخبات بتحضر كويس، وده طبيعي المنتخبات الكبيره، بس احيانا بيبقى في لونج باص في ثانية مطلوب في على واحد طول، اتحرك، ده ايه المشكله؟ وانت على طول كنت الحمد مميز في لله. دي. يعني بص، انا يعني تقريبا حتى كان في مشاكل بتقابلني مع نص الملعب، مثلا زي كابتن احمد حسن مثلا، يعني يقول لك ليه ما بتلعبنيش في نص الملعب مثلا شوقي، فلسه هنقل، ما هو قدام على طول، صح. صح والله، بتنقل الهجمة في ثانية. صح. فعشان كده دايما، بص، خلينا نتكلم دلوقتي الكورة اختلفت، والكورة بقى فيه تطور بشكل كبير جدا، وعندك الإمكانيات إن أنت تقدر تسرع الريتم بتاعك وتسرع ريتم الكورة في الملعب بتشغيل دماغك، إن دايما رؤيتك للملعب وأنت رافع راسك، ما يبقاش باصص دايما للأرض. ما انت لو بص للأرض مش هتشوف حد. مش هتشوف أي لاعب، وهتلاقي سرعة نقل الحركة بطيئة. فعشان كده دايما برضو لازم السولية وحمدي فتحي ومعاهم عبد الله سعيد، أي لاعب هيشارك في الوسط الملعب لازم يتكلم كتير. البطوله دي محتاجه كلام كتير جدا، من اول بالظبط. الشناوي، عشان كده دايما بتكلم ان الاول واحد لازم يتكلم ويوجه هو حارس المرمى، هو اللي عليه دور، لان هو اللي شايف الملعب، هو الدور الاكبر ليه من ناحيه التوجيهات. حجازي والونش لازم يبقى في كلام ما بينه وبين بعض. على فكره ناس كتير بتقول لك هم هيقعدوا يتكلموا مع بعض، على فكره الحاجات دي ده دي بتفرق جامد الاهم، جدا، ده دي الاهم، لانها بتفرق ده دي في الاهم. وقفه ممكن اكون واقف غلط. انت لما كابتن شادي لما يقول لي مثلا ابراهيم ارجع خطوه، بتفرق معانا في الملعب من ناحيه رؤيه الملعب. عشان كده دايما لازم اللعيبه، وده ليه دور برضو مع محمد صلاح، ان لازم يتكلم مع اللعيبه، لازم في توجيه. الحاجات دي بتفرق انت عارف يا في ابراهيم، من الفوز. الحاجات اللي بتضايقني ايه، وبيعملها معانا دايما منتخبات زي المغرب والجزائر وتونس، لما بيتضغط تلاقي واحد وقع، بهدي بيهدي، فرقتي عشان صح الريتم، انت هتفضل صح مضغوط دي حقيقة. ليه كابتن الفرقه، او يبقى في سيناريو اللي انت لازم اهدي، هي دي دي الطريقه حقيقة. الوحيده القانونيه اللي انت بتهدي بيها. ما دي شغل خبرات يا كابتن شادي، بالظبط دي شغل بالظبط. خبرات، ولازم يبقى في لغة توجيه ما بين اللعيبة وبين بعض. امتى ان انا اقدر اوجه زميلي للفايدة اللي جوه الملعب للمنتخب،